وسلم. مرحبا معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام كتب. واحد دوري انتانا ما توحى المسؤولين بيه من كل واحد توقف فيه تعودي بحيثين تبضي في نعم. كاسم الوحد وصورت فيه التعودي دي احد من المسلمين. طبعا انتانا اخيين حقوقا وحا كور كتير يا عائلة دو قبض قوات الفوالة سان معلتي ورشة المحكمة ومحكمة العدالية مطور صوت عن الوزين من دعم قليل عليهم وحي موغيلة اللي ستنا لبختي ما سهيلة بكيو وعن محكمة القصوة هون بحزين يين الحال دعم قليل يقيم مكمل من تشبه يوم في البيض الواضحة يهدونها النظام كيف على الرغم وأرجع قوادة محكمة ومحكمة دي وتشبيك رئيسي مكوّن محكمة واحدة عزيزة أنا معروف يعني إنت فضلنا محكمة واحدة رئيسية قلب محاب الشرع هي كل مشاة أرجع الضالة كل واحد ويان دعوة الوا دعوة دام ومثل التراسيل والله يا بحبا إنت عم عدا هالمهم أبتها بالدولة وحكيك وقلتها هاي شلا تنبيتش شلا تنبيتش مركا شلا تنبيتش مو باخير نو أنت حقوقك يو هاي دي أسبابها قريب كم إذا إنه خينا لكن لو رضي من حيو يتعلم يعني سوى لما يترن أبي ده إذا هذا ما كان أنا وامي واحد قالوا لي كبر عم شنو إلا حكمك قلب قوته ما هي على آخر يوم هنا سيف عن ودي ستان سأري عملنا ليش وش من هاي هنا ودي ستان قلب باي قلب وإذا كتب يا إذا بسم الله الرحمن الرحيم أسباب تحقق محكمة سرية جبهة الصومال الآن كارهان قيم في الدارية هي أقوال كارهان ما كي عرقتين كالدعودة في الدارية هي سبل دي سوتهاي أمس أما مقسى سلاش كو سلاش صدحية فترة لبقى من إحيى طبنكا كان الحياة الناعية لكراءة كفعالة فيصل علي حسين قدومية قدرورد قرينا لا يهين فرخة جامعة ولد أحمد جامعة مسعيد على حسين جنة عن سنياشا سرح جمال علي حسين يو دنيا سلحادة علي محمد يوسف قرينا لا يهين محمد سعيد حسي يو محمود عبد الرحمن سرمان يو جامعة علي مركي عرقتي أسباب رفعانك رفعان له يو قرينا ديسا كنت عليه خيسان سطح يو طبنكي بشي سيدان لابد يكون يدح يو طبنكا بركة يا ركتي شواب عديدة أسباب ترفعانك كنت عليه خيسان نحي يو طبنكي بشي سيدان لابد يكون يدح يو طبنكا بركة يدقي ستي دورا فيرك قرينة عن لها أولاً لكم أسباب تودا سيدا قرمق الحقوق قرن مركي دقيستي تودا فيرك قرينة عن لياشا أولاً لكم شواب عن تودا سيدا قرمق الحقوق قرن مركي دريستي هشيسك خطة ريخيسا لبيه طبنك في شيء تدبار لبدا كنية لبيه طبنك يا أي وضا قرين لبدا لنحا يكرا حسب الأرض ودنا عح يدنا عكلاوا قرب قرب وهجامين يتشمال على حسين مركز دارستي قوان تركود ديگه ديوانگلين تا او رد سياسة دي احساب تا قرنكا سمد دي سنة هاي تركود ديگه ديوانگلين تا او رد دي احساب تا سلاش 3 سلاش لغا بقول سيغال لاتن 2016 اكو تاريخ اسنا كوبي لباتن كمشي تطبات لبا دي كوية بخير طبانكا مركز عرقتي قدو كشن لباتنات فقرد دي سلابات يو قدو كسيغالي لباتنات حير نمبر 14 2011 حيث أوردي أحسابه مع ملص يقودك لبيو تمنات فقرتي سصدحات يقودك إلى حين باتنات فقرتي سكوات حيرك حسب الوحيد مركي تحقق لسيد أمان أسباب تحقق حسن وحي صوص عطي حكم كان صوص على شمولية سومالان مدع عمد سومالان كبدا سريع شمولية سومالان حكم كبحكبدا بحكبدا سريع شمولية سومالان وحي قيبهان أقبشي أسباب ترفعان كيف رفعان لها هي قرينة دي سيكون تاريخي سنسل حيث ومكا فيش السيدة
labada kun iyo 19 iyo dollar fee code ba waxay sidoo kale qayb ahaan bashay jawaab celinta asbaabta rafcaanka ee rafcaa sanayaasha iyo qareenadooda ee ku taariikhaysan ilaa bisha 8-aad labada kun iyo 19 iyo dollar fee code ba waxay guulaysay qodobka 3-aad ee go'aanka ku jira diiwaangelinta iyo ansixinta xisaabta qaranka sumadiisuna tahay gudiga diiwaangelinta ururada iyo xisaabta 3-9-2019 labada kun iyo 19 kuna taariikhaysan 12-7-aad labada kun iyo 19 waxay wax ka bedeshay qodobka 1-aad iyo 2-aad ee go'aanka gudiga diiwaangelinta ururada siyaasada iyo xisaabta qaranka ee sumadiisa iyo taariikhdiisu kor ku xusan tahay waxay xukuntay in xisbiga uu qabsado shirweynaan caadi ahayn muddo 6 maalmood gudahooda oo ka bilaabanta maanta oo ay taariikhdu tahay 25-ka bisha 9-aad 2016 sida uu dhigayo qodobka 25-aad faqrada 2-aad ee xeer number 14-2011 si loo hirgeliyo heshiiska labada dhinac ay wada galeen waxay xukuntay in ergada shirweynaha aan caadi ahayn loo raaco xeerka xisbiga urur sida uu dhigayo qodobka 2-aad faqrada 3-aad ee xeerka xisbiga in labada garab ay hawlgeliyaan guddi qabanqaabo sida uu dhigayo heshiiskoodu oo ku cad qodobka 4-aad guddiga qabanqaabada shirweynaha qodobka 6-aad guddiga qabanqaabada shirweynaha aan caadiga ahayn tiradoodu waxay noqonaysaa 10 xubnood oo ay si isleeg u soo magacaabayaan labada dhinac waxaana marjac u noqonaya hogaanka sare ee xisbiga urur wuxuuna yeelanayaa hogaanka sare ee xisbiga urur awoodda go'aanada kama dambaysta qodobka 7-aad waxay ayiday qodobada 4-aad 5-aad 6-aad 7-aad ee go'aanka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranka ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor ku xusan tahay xukunkan waxaa loo cuskaday qodobka 25-aad faqrada 2-aad iyo qodobka 29-aad xeer number 14-2011 iyo qodobka 21-aad faqrada 3-aad iyo qodobka 26-aad faqrada 1-aad ee xeerka xisbiga urur iyo heshiiskooda dhinacna wax kharasho looma soo qaadin xukunkani wuxuu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 25-aad 2016 guddiga garsoorka ka garnaqay 1 aadam xaaji cali axmed guddoomiye maxamed cumar geele xubin yaxya cali idriis xubin cabdilaahi cabdi aadan xubin cabdiraxmaan xasan nuur xubin cabdiraxmaan xuseen caynaan xubin cabdiraxmaan jaamac xayaan xubin cali shucaayib sheekh ibraahim xubin axmed diiniye qaalib xubin maxamed faarax saciid xubin cabdiqaadir axmed maxamed xubin kaaliye faysa axmed maxamed kaaliye wabilaahi towfiiq halkaas wuxuu inoogu dhammaaday maxkamaduna way noo xiranta.